مساء الانوار يا استاذ محمد. مساء الخير يا كابتن مدحت، ازاي حضرتك؟ يا رب يخليك، وحشنا كتير والله. وحشنا انت والله كتير يا كابتن مدحت. ربنا يكرمك ويخليك. دلوقتي عندي ثلاث اربع مواضيع كده سريعه. الموضوع الاول فيما يتعلق بالكابتن علاء عبد العزيز المدير الاداري للمنتخب الاولمبي، ماذا تم معاه في التحقيق؟ والله هو الدكتور ابراهيم الياس عمل التحقيق، وكان موجود، كنت انا موجود والمستشار حسين حلمي، ولكن هو خلص التحقيق وعرضناه على اللجنه التنفيذيه الكابتن انور صالح، فاخذ قرار ان هو يبقى في العلاقات العامه، ان هو يمسك اداره العلاقات العامه زي ما كان قبل كده، يعني زي ما كان قبل كده عشان اللغط الكتير يا كابتن مدحت اللي موجود على الساحل دولت، وان المنتخب الاولمبي داخل على بطوله الاولمبياد لازم يبقى في استقرار، وان الجهاز الفني يعرف يشتغل ويؤدي دوره، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في المرحله اللي جايه زي المنتخب الاول ده اللي بنبارك له النهارده اللي اسعد مصر كلها بالفوز على غينيا وتصدر المجموعه. تمام، يعني اذا عقب انتهاء التحقيق يعني ما هو لو ما كانش في مشكله كان استمر خلاص، يبقى في امر ما وبناء عليه تم اتخاذ هذا القرار بعودته لاداره العلاقات العامه مره ثانيه، وهذا امر جيد من اتحاد الكره. كنا بنكلم الكابتن عزمي امبارح قلنا هذا هو عصر الشفافيه، اي امور هتتلزق هتبقى مشكله كبيره امام الراي العام الحقيقه. طيب ايوه طبعا. عينتوا حد مكان ولا لسه؟ لا لسه لسه، الكابتن انور بيدرس وان شاء الله يعني بالقريب العاجل هيصدر قراره باذن الله. انتوا على ما علمت في ترشيحات لايمن حافظ اعتقد ومصطفى تركي اعتقد برضه؟ والله يا كابتن مدحت هو يعني الافضل ان هيبقى من داخل الاتحاد وهيبقى من الناس اللي لها الخبره برضه، لان انت رايح على بطوله الاولمبياد دي محتاجه خبره والوقت ضيق جدا، ففي كذا اسم. الكابتن انور ان شاء الله هيتخذ القرار السليم زي كعادته، يعني ان هو بيشتغل بهدوء فياخذ القرار السليم في هذا الموضوع باذن الله خلال قريب العاجل. يعني اكيد، وانت قلت كلمه في منتهى الاهميه ان التوقيت ده توقيت ضيق جدا ومحتاج حد عنده خبرات قبل كده، اذا كل الامور قطعا تتجه لايمن حافظ. طيب الامر الثاني بالنسبه لناجي جدو، ايه اللي تم بخصوصه في موضوع نبيل؟ كان في لجنه شؤون لاعبين برئاسه الكابتن صلاح رمضان، واللجنه اجتمعت كلنا واتخذ قرار بحفظ الشكوى المقدمه من نبيل ابو زيد ضد جده، اللي الحاجات اللي دارت في التحقيقات والتحقيقات السابقه، وان الوكيل نفسه اقر بحاجات ان هو ما عملوش حاجه في انتقاله للنادي الاهلي، وهو المفروض ان وكيل اللاعبين هو وكيل تفاوض. نعم. ان انت ما اديتش اي دور للاعب اللي انت متعاقد معاه يبقى انت ما تستحقش اي عموله. وفي نص في عقده، في نص في عقده يقول ان لو انتقل حتى لو مش من خلاله ياخد، ولا مفيش النص ده؟ لا مش موجود النص. لانه لو موجود خلاص ده موضوع تاني خالص يعني. لو موجود نص ان في شرط جزائي كنا ادينا له الشرط الجزائي، انما مفيش شرط جزائي موجود في العقد. طيب بالنسبه للاعب الاسماعيلي احمد علي. احمد علي كان متقدم برضه بشكوى ان هو بيطالب بالفلوس، ان هو بقاله 11 شهر ما اخدش المستحق بتاعه عن 2011 2012، وكان في نادي الاسماعيلي موقع غرامات كتيره جدا على اللاعبين، وفي حاجات فيها مطابق للائحه وفي حاجات مش مطابقه للائحه، واثناء التحقيقات برضه طلب ان هو يفسخ عقده مع النادي الاسماعيلي، ولكن اللجنه برضه ارتأت ان مفيش مبرر لفسخ التعاقد، ولكن ان هو يبقى له مستحقاته اللي اللجنه قدرتها بعد اعتماد بعض العقوبات وفقا للائحه وبعض العقوبات اللي هي مخالفه للائحه، وقلنا مستحقاته على ان يسددها النادي الاسماعيلي خلال مده معينه. ايه المده المعينه بقى؟ قلنا اسبوع من تاريخ اختار نادي الاسماعيلي. يعني اسبوع من النهارده. اسبوع من تاريخ اختاره، من تاريخ اختار الجواب اللي يروح النادي الاسماعيلي لابد انه هو يسدد له مستحقاته، والا يفسخ عقد اللاعب. المبلغ في حدود 400 وشويه الف؟ المبلغ حوالي 686,000، 686,000 تقريبا. 606 يعني على النادي الاسماعيلي تسديد هذا المبلغ. هو النادي الاسماعيلي اوريدي كان مقدم شيك ب 478,000، يعني الفرق حوالي 200,000 اللي هم العقوبه اللي كانوا خاصمينها ال 20,000 وال 20%، واحنا قلنا لا مش هنعتمد العقوبه دي. طبعا طبعا طبعا، وانا طلعت قلت في يعني يوميها قلت لا يملك اتحاد الكره توقيع هذه العقوبه على الاطلاق، ولا الولد يلجا الاتحاد الدولي، ده وضع طبيعي. يعني في حاجات يا كابتن احنا ما بنشتغلش بمزاجنا، احنا بنشتغل وفقا للائحه النادي الاسماعيلي او اي نادي، لان اللائحه مكمله للعقد. نعم. اللاعب موقع عليها ضمن العقد، اصبحت ضمن العقد، فنشوف ان احنا في العقوبات دي
طبقا للائحه ولا مش طبقا للائحه. طيب اخيرا فيما يتعلق بالاتحاد السكندري، قرات خبر ان انتوا واقفين قيد اللاعبين الجدد او قيد لاعبين لنادي الاتحاد السكندري. لا مش القيد اللعيبه الجدد، هو كابتن مدحت زي ما حضرتك عارف واستاذنا يعني في الكلام دوت، ان في القايمه الاولى يوم 17 والقايمه اللي هي اللعيبه القدامى اللي موجودين في النادي، والقايمه الثانيه اللي هي 4/7 اللي هي للعيبه الجداد. فاحنا وقفنا القيد للقايمه الثانيه على اعتبار ان اللعيبه كتير جدا لهم مستحقات وبقالهم فتره طويله جدا، والامبارح اللجنه كانت اللجنه يعني مش موجوده قبل كده، ولكن اللجنه امبارح لما اجتمعت رات ان لابد ان يبقى في توازن يا كابتن مدحت بين مصلحه النادي ومصلحه اللعيب. وانا اتمنى ان يكون في حلول وديه بين اللاعبين والانديه للظروف اللي مرت بها مصر في الفتره اللي فاتت. نعم. يعني في ضغوط على الانديه وفي نفس الوقت ضغوط على اللعيبه، وانا يعني بقول ان اللاعب لازم هيرجع لناديه لو اخذ مستحقاته او تفاوض مع ناديه هيرجع لناديه. طب يرجع لناديه ازاي وفي مشكله بينه وبين النادي؟ لازم يبقى في العقلاء والناس الكبار يقعدوا مع اللعيبه ويبقى في حلول وسطيه بين اللاعب وبين النادي، وده من خلال اداره النادي. اتحاد الكره ليس له دخل بهذا الموضوع، ويمكن الكابتن مجدي عبد الغني بصفته رئيس لجنه اللاعبين المحترفين كان متدخل في هذا الموضوع لان دي لعيبه محترفه وعمل مجهود في هذا الموضوع، وجالنا امبارح قال يا جماعه انا الاستاذ عصام جه قعد معانا وما توصلناش لحلول. اذا يبقى الراجل عمل اللي عليه بصفته ان هو متدخل يحل المشكله دي. فقلنا ان توقف القايمه وقدامهم الفرصه ويحلوا هذا الموضوع. تمام. استاذ محمد المشطه بشكرك شكرا جزيلا. العفو.